مرحبا بكم. هذه الفتاة كانت تصلي بالمايوه على شاطئ البحر فحدثت المفاجأة. لن تصدق، لكن قبل البدء نريد أن يصل هذا الفيديو إلى 50,000 لايك حتى نرى عدد المهتمين بالفيديوهات الإسلامية، ولا تنسى مشاركته مع الآخرين فالدال على الخير كفاعله. كانت هناك فتاة عربية تصيف في إحدى الشواطئ التركية، وأثناء وجودها على الشاطئ وهي ترتدي المايوه وقفت عند صلاة الظهر حتى تصلي وهي على الشاطئ وترتدي هذه الملابس، ولكن مجرد أنها بدأت بالصلاة وجاءت حتى تسجد وإذا المفاجأة الصادمة، حيث أنها وجدت ثعبان على شاطئ البحر أمامها وهي تسجد على الأرض. يا سبحان الله، وكاد الثعبان أن يلدغها لولا ستر الله سبحانه وتعالى أنقذها من هذه اللدغة، وكأنها رسالة من الله تعالى أنه لا يجوز أن تصلي بمثل هذه الملابس، ولكن الله أراد أن يرسل لها هذا الثعبان حتى يكون بمثابة رجوع عن ما تفعله، ولكن الله لا يريدها أن تموت، لذلك لم يجعل الثعبان أن يقوم بلدغها، فقامت الفتاة وهي تجري وتصرخ بأعلى صوتها حتى ينقذها الجميع. فكان هناك شخص يدرس القرآن جيدا فأتى بها وقال لها لا تخلقي تعالي معي، فذهبت معه وجلست وحكت له على كل ما حدث معها، فابتسم هذا الشخص وقال لها لا يجوز أن تصلي بمثل هذه الملابس العارية، ثم بدأ يشرح لها كيف تكون الصلاة حتى فهمت الفتاة كل شيء، وقالت لم أفعل هذا مرة أخرى بعدما فهمت كل شيء. وقد اتفق العلماء أن على المرأة أثناء الصلاة أن تستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء والجمهور على وجوب سترها، ويشترط في اللباس الذي تستتر به المرأة أن يكون واسعا لا يصف حجم أعضائها ولا يحدد أجزاء جسمها، فإذا اتخذت المرأة بنطالا واسعا بهذا الوصف فلا مانع منه، أما إذا صلت في بنطال يحدد أجزاء جسمها ويبرز أعضائها كانت صلاتها باطلة، وإذا اتخذت المرأة سترة طويلة فوق البنطال تغطي عجيزتها صحت صلاتها حتى لو لم يكن البنطال فضفاضا. وقد نص أهل العلم أيضا على أن أقل اللباس المجزئ للمرأة في صلاتها هو درع وخمار، فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار. وقالت عائشة رضي الله عنها لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها درع وجلباب وخمار، وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبب به، وإنما كانت عائشة تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها. وسألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وهذه النصوص المذكورة عن الصحابة قال بها الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وبهذا يظهر لنا أن صلاة المرأة في البنطلون أو المايوه أو أي ملابس عارية ولو كانت في بيتها لا يراها أحد غير صحيحة، لأنها أخلت بشرط من شروط ستر العورة، وهو أن يكون لباسها فضفاضا سابغا، والبنطلون ليس كذلك بل هو ضيق ملتصق بلحمها وعظمها يصف حجم أعضائها، والمايوه يكشف جميع أجزاء جسدها. اللهم تقبل منا صلاتنا وابعد عنا الشيطان الرجيم، آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، انتهى هذا الفيديو من قناة هل تصدق، كان معكم من وراء الميكروفون محمد الحداد وفريق قناة هل تصدق، إلى اللقاء.